حكاية إخواتنا في الموصل مأساة أليمة وحقيقية. الناس كانوا قاعدين في حالهم، ساكنين في بيوتهم، بيصلوا في كنائسهم، بيديروا مصالحهم، علاقاتهم بالجيران علاقات طيبة. فجأة اقتحمت قوات داعش المدينة وقرروا إنهم يخلوها تمام من جميع الأقليات ومن ضمنهم المسيحيين. طب اللي عايز يقعد، قدامه ثلاث اختيارات: يا يشهر إسلامه، يا يدفع الجزية، يا يواجه القتل بالسيف. المسيحيين شالوا ألمهم وحملهم ووجعهم وقرروا الرحيل. طب والكنائس؟ الكنائس ملهاش لزوم دلوقتي، مش عايزين نشوف فيها صلبان مرة تانية. حطموا بالغل والجسارة، داسوا رمز المحبة والرحمة والطهارة، وحطوا راية سودة بتأكد المرارة، يا ماشي السكة صعبة الرجال والنساء والأطفال ليسيروا مسافات بعيدة جدا سيرا على الأقدام. طب وبيوتهم؟ بيوتهم اترسم عليها حرف النون يعني نصارى، لمعناها أن البيوت صارت ملكا للدولة الجديدة، دولة الأعلام السوداء. على مدخل كل باب حطوا وكل بيت مسيحي رسموا عليه إشارة، يعني اللي فيه بحاله أصبح ملك الإدارة، ده غير ضرب وإهانة ولوعة الحيارة، باب الحظيرة اتفتح والراعي كان عن شغلته سهيان. دخلوا الدياب الصعرانين مش مكسوفين من رقة الحملان، الراية سودة والمخالب دم، والديب ما هوش حاسس ولا خجلان. لما القلوب تعتم
الدنيا اصبح تجارة والغربان والديابة يبقوا في الصدارة وتكتر المظالم والخسة والحقارة والبربرية تملك لما تغيب الحضارة لما تغيب الحضارة هذه البكائية ليست انكسارا فلا بد أن يظهر النور خلف الغيوم لا بد أن يدحر الظلم ولا بد أن ينتصر الحق فليمنح الله الطمأنينة والصبر لأخوتنا في الموصل.